الله 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 ما الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وجهه ولعظيم سلطانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره وإقداره العظيم، صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا، أنت وليوبا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، حضرة صاحب الفضيلة مولانا الأستاذ الدكتور طه دسوقي حبيشي، السادة الحاضرين جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. السلام التام العام يحفكم وآلكم وأنجالكم وأحبابكم ومحبيكم وكل من هو منكم وإليكم. استمعنا في الدرس الماضي إلى القاعدة التاسعة من قواعد الشيخ جعوب رضي الله عنه، والتي تقول: اختلاف النسب قد يكون لاختلاف الحقائق، وقد يكون لاختلاف المراتب في الحقيقة الواحدة. والقاعدة العاشرة: لا يلزم من اختلاف المسالك اختلاف المقصد، بل قد يكون متحدا مع اختلاف مسالكه كالعبادة والزهادة والمعرفة، والمعرفة مسالك بقرب الحق على سبيل الكرامة وكلها متداخلة، فلا بد للعبد من عبادة، وإلا فلا عبرة بمعرفته إذا لم يعبد معروفه. واليوم إن شاء الله ننتقل إلى القاعدة العاشرة ومضمونها القاعدة العاشرة: لا يلزم من اختلاف المسالك اختلاف المقصد، بل قد يكون متحدا مع اختلاف مسالكه كالعبادة والزهادة، والمعرفة مسالك لقرب الحق على سبيل الكرامة وكلها متداخلة، فلا بد للعارف من عبادة، وإلا فلا عبرة بمعرفته إذا لم يعبد معروفه، ولا بد لها من زهادة، وإلا فلا حقيقة عنده إذ لم يعرض عمن سواه، ولا بد للعابد منهما إذ لا عبادة إلا بمعرفة، ولا فراغ للعبادة إلا بزهد، والزهد كذلك إذ لا زهد إلا بمعرفة، ولا زهد إلا بعبادة، وإلا عاد بطالة. نعم، من غلب عليه العمل فعاد، أو الترك فزاهد، أو النظر لتصريف الحق فعارف، والكل صوفية والله أعلم. القاعدة العاشرة من قواعد الشيخ زروق، ونستمع الآن إلى فضيلة الدكتور في شرح هذه القاعدة، وإذا أردت أن نقسمها تقسيما إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بالفهم، وأن تعيذنا من ظلمات الوهم، وأن تغمسنا في بحار العلم، وأن تزين أخلاقنا بالحلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن تجعلنا من أوليائك الصالحين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن تحت مظلة من مظلات رحمة الله عز وجل، نسأله أن يمطرنا سحائب غفرانه وأن يتجاوز عن سيئاتنا. فيما سبق قد ظهر لنا تعريف التصوف، وظهر لنا بيان حقيقة التصوف من الناحية الاصطلاحية واللغوية. اليوم وفي هذه القاعدة العاشرة تتمة لهذه الموضوعات، ولنبدأ كالعادة بالكشاف على هذه القاعدة. والكشاف على هذه القاعدة هو أن كل شيء له وسائل وغايات، إذا تعددت الوسائل فيه لا يلزم من تعدد هذه الوسائل تعدد الغايات. هذا هو الكشاف. مرة أخرى، إذا كان أمامنا شيء له وسائل وله غايات، له سبل وله نهايات، له طرق وله منتهى، لا يلزم من تعدد الوسائل تعدد الغايات. قالوا لي اني انا اروح الزاوية التيجانية، فكانت الزاوية التيجانية غايتي. اروح منين يا جماعة؟ قالوا هتيجي من شارع الازهر وتسلك الطريق المستقيم، في اخره تسأل هتلاقي الزاوية. واحد تاني قال لي لا، هتيجي من عند محمد علي وتسأل هيقولوا لك هذه الزاوية. تالت يقول لي لا، هتيجي من مكان الفلاني. تعددت الطرق. هل تعدد مكان الزاوية؟ ها؟ لا. الشيخ يقول كده، يقول إذا كان للشيء أكثر من سبيل، أكثر من طريق، فإنه لا يلزم من تعدد السبل تعدد الغايات. واضحة ومش محتاجة كلام. طيب، ده الكشاف. بعد الشيخ ما بيعمل الكشاف بيروح فين؟ بيروح يطبق على التصوف، ده شغله. يعني الكشاف يبقى في الاول كده. اظن انتوا حفظتوا المنهج ده، الطريق بتاع الشيخ. انا لغاية دلوقتي لم اجد قاعدة الشيخ عملها الا وهو قد الزم نفسه بما لا يلزم، يعني هو ملتزم في كل قاعدة ان يعمل كشاف عام يشملها ويشمل غيرها. هنا
انا هيبقى عندي لما اروح للتصوف هيبقى عندي غاية وهيبقى عندي وسائل لهذه الغاية. الغاية أن أقترب من الله على وجه الكرامة، أن أقترب من الله على وجه الكرامة، أو أن يقربني الله منه على وجه الكرامة. دي الغاية، دي الآخر، دي النهاية. تعبير الشيخ كده ليه؟ نحن الآن في الوسائل ولا في الغاية؟ في الغاية. الوسائل لم نتكلم عنها إلى الآن، خلينا نتكلم في الغاية. الغاية إيه الغاية؟ أنا ليه جاي عشان أقابل الشيخ وألتزم به علشان يوصلني إلى مرحلة، ما هي؟ أن أقترب من الله. لكن الشيخ زروق بيقول لا ما توقفش هنا، قول تقترب من الله على وجه الكرامة. تعلمون حضراتكم إنه كل ما تزود في القيود، كل ما تكتر في الشروط، يقوم المعنى يكون ضيق، يكون أضيق. كلما وضعت قيودا، طلبة علم مش كده، كلما وضعت القيود في التعريفات بتعمل كده، كل ما يبقى عندك حاجة بتعرفها تقعد تزود قيود تزود قيود. أنا بيتي في القاهرة، وبعدين وفي الحي الفلاني منها ضائقة المسافة، وفي الشارع الفلاني من هذا الحي ضاقت، ورقم كذا من هذا الشارع ضاقت، وشق رقم كذا من هذا من هذا المنزل ضاقت. كلما وضعت شروطا قيودا ضاق الايه؟ ضاق المعنى. فأنا كنت عايز الشيخ زروق يقول لي التصوف مهمته هي أن يقربك من الله، وسيبني وتبقى المسألة واسعة. قال لا لا، ما انتش فاهم، أنا سلكت الطريق قبلك، أنا أريدك أن تقترب من الله على وجه الإيه؟ الكرامة. إذن القرب من الله أوسع من كده، أكتر من كده، معانيه أوسع. قال أيوة هذا صحيح، القرب من الله عز وجل، كلمة القرب تسمعها فتعطيك ثلاث احتمالات. أنا الوقت بجيب السيء والخير كله على بعضه، كأن المسألة القرب دي جنس، تعرفون جنس؟ جنس في التعريف، جنس في الكلام، يعني كلمة عامة، قرب من الله. أقترب من الله أو الله أو الله يقترب مني، كلمة القرب كلمة عامة. أنبه أننا في الغاية مش في الوسائل، الآن في الغاية وبنشرح فيها لسه. القرب، كلمة القرب تنطقها تديك ثلاث احتمالات في الكلام. قرب مكاني، وقرب بالصفة، وقرب بالوداد والكرامة. ثلاثة، قرب مكان، وقرب صفة، وقرب كرامة ووداد. وحقول قرب المكان
دي مسألة أدواتها التي تؤدي بك إلى قطع المسافات الحواس. فالذي يدرك من المكان من القرب المكان يبقى هو بيفكر بحواسه، بعينه، بسمعه، ببصره، بإيده، بشمه، بلسان ويدوء. وهذا المجال منفي عن الله تماما، إلا أن يكون الذي يفكر إنسان بيفكر بأعضائه كما قال الإمام الغزالي. واللي بيفكر بأعضائه ما ينفعش يكون تفكيره في مجال الإلهيات، ما ينفعش، لأن الله منزه، رضي من رضي وأبى من أبى، منزه عن المكان ومنزه عن الزمان. ما عندكش كلام تاني تقوله. يبقى هذا الانطباع الأول من سماعك لكلمة القرب خارج من نطاق الكلام عن الله عز وجل. ويبقى الشيخ زروق لا يتكلم فيه لا من قريب ولا من بعيد. ساعة تسمع القرب يجي لك القرب المكاني، لا شيله بقى. ليه؟ قال لأن القرب المكاني ده بيبقى في مرمى الحواس، والحواس والإدراك بها والتفكير بها والأدوات التي تقتصر على الحواس في التفكير، هذا إنسان لا يفترق كثيرا عن الحيوان. ما هو الحيوان بيفكر بأعضائه. ها؟ إذا وضعت طعاما للحيوان في مكان بعيد عنه وأطلقته من قيوده بيعرف طريق الطعام وبيروح له، أدركه بعينه، أدركه بعينه. إذا أكل وكان المذاق مش تبعه بيسيبولك، أدركه بذوقه، وهكذا وهكذا وهكذا. يبقى ساعة تسمع كلمة قرب وتدرك منها القرب المكاني يبقى أنت لازم تستبعد هذا النوع من الإدراك في مجال الألوهية. فاضل معانا نوعين من الإدراك، الإدراك أو القرب، يعني القرب بالصفة. وخلي بالك القرب بالصفة كلنا غرقانين فيه، العصاة فيه وغير العصاة فيه، الكفرة فيه، الكل فيه. وإلا فمن الذي خلق الكافر؟ الله بقدرته. من الذي يعلم مكان الكافر؟ الله بعلمه. من الذي رجح وجود الكافر على عدمه؟ الله بإرادته. والمؤمن كده، العاصي كده، الكبير كده، الصغير كده، العاقل كده، اللي ما هوش عاقل كده، الحي كده، والجماد كده، والنبات كده، الكل كده. فالكون كله قربه ظاهر. إذا كنت هتفهم القرب من الله، قرب إيه؟ قرب صفة، قرب صفة. هو ده حكاية القرب بالصفة دي، هو اللي يسميها ابن عربي التجلي مثلا يعني. فأنا أرى الله فيا، يعني قدرته أوجدتني، رحمته أمدتني بأسباب المعيشة، علمه أحاط بي، كل ما عندي
إنما هو إظهار لصفات الله عز وجل. فحكاية القرب، القرب بالصفة، يعني القرب بالصفة ده شامل، الله قريب بصفاته شامل لكل المخلوقات، ها شامل، يطلع كافر يطلع عاصي يطلع مؤمن يطلع متقي يطلع عابد يطلع متصوف، كله، ما فيش حد خرج من المنطقة دي. في نوع تاني بقى اسمه قرب كرامة. قرب كرامة بقى دي فيه درجات أعلاها الأنبياء، أعلاه الأنبياء، فالأنبياء الله عز وجل يقربهم منه قرب صفة. أي ما هم، ما هم أصلا في قرب الصفة مع كل الخلائق، أمال إيه اللي تميزوا به؟ قرب الكرامة، الإكرام، الإنعام، المحبة. الشيخ زروق يقول لك التصوف له غاية، وهي القرب من الله، بس قرب ايه؟ ما ينفعش بقى تقول قرب مطلق، لانه لو قرب مطلق ممكن تلاقي واحد زلت به الاقدام ويقول لك قرب مكان زي ما بنسمع بره في الشارع، وممكن واحد يقول لك قرب صفة. طب ما هو قرب صفة يبقى ما فيش تميز، ما فيش امتياز ليا. يقوم الشيخ يقول لك خلي بالك ان غاية التصوف لا هي قرب صفة ولا هي قرب مكان، قرب المكان استبعده، ما هيش قرب صفة، لان قرب الصفة ايه؟ ده حقيقة موجود ليا وليك بس مشترك. فاذا اردت ان تعرف القرب المراد فقيده بايه؟ بقرب الكرامة، ادي الغاية، دي غاية التصوف. طيب غاية التصوف انا عايز اسلك لهذه الغاية الطريق الموصل اليه. قال لك ده الطرق لهذه الغاية كتيرة خالص، وانت سمعت كثير مما سميناه احوال، مما سميناه مقامات، تسلك لهذه الغاية طرق متعددة، هندي لك منها ثلاثة وحنشرحهم. ها؟ الزهادة، العبادة، الايه؟ الايه؟ القرب، المعرفة يعني. لا القرب خلناها غاية. المعرفة. خلي بالك انا عندي ثلاثة اهم، احنا سيبنا الايه؟ سيبنا الغاية، مش كده؟ سيبنا الغاية، نعم، اللي هي ايه؟ اللي هي قرب القرب على سبيل الكرام. وبعدين دخلنا بقى في الوسائل اللي هتؤدي الى هذه الغاية، وقلنا انه تعدد الوسائل لا يعني تعدد الغايات، لا يعني كده. هيجيب لي ثلاث من هذه الغايات ونتكلم عنهم واحدة واحدة. الغاية الأولى، الوسيلة الأولى اللي تؤدي إلى هذه الغاية الزهادة، الثانية العبادة، الثالثة المعرفة. نبتدي بأشرفهم بقى، المعرفة يا أخوانا. أنا لي يا رب، هذا الإله اللي أنا بعبده ما ينفعش أكون عارفه؟ هل ينفع أعرف إيه؟
هل تعرف ما أذن لك بمعرفته ومكنك منها؟ تعرف صفات الله عز وجل؟ الله موجود، الله سميع، الله بصير، الله متكلم، الله عالم، الله حي، الله قادر، الله مريد. ها، تعرف دول؟ أذن الله لك إنك تعرفهم. طيب، في بصفات تضيف إلى الله معاني، كل صفة في إيدك. القدرة صفة وجودية زائدة على ذات الله تعالى، بها يوجد كل ممكن أو يعدمه، بها يوجد كل ممكن أو يعدمه. العلم صفة وجودية وزائدة على الذات، بها ينكشف لله ما كان وما يكون وما هو كائن. وقال بعضهم: وينكشف له ما لم يكن موجودا لو وجد كيف يكون. والكلام بقى والسمع والبصر كل ده. قم في الدنيا وحي الأزهر، وانصر على سمع الزمان الجوهرة، واخشع مليا واقض حق إمة، طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، واخشع مليا واقض حق إمة، طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعظم سلطانا وأكرم مظهرا.